ضيفنا من واشنطن ديفيد بين الخبير الاقتصادي. سيد ديفيد، يعني الحكومة الأمريكية ربما تجنبت في اللحظات الأخيرة الإغلاق الذي كان قاب قوسين أو أدنى، لماذا عادة يتم الاتفاق في اللحظات الأخيرة؟ ذلك لأنه في الوقت الأخير وفي اللحظة الأخيرة دائما ما تكون اللحظة الأخيرة هي اللحظة الحاسمة التي يتخذ فيها السياسيين القرار النهائي للوصول إلى التسوية. وفي هذه الحالة كيفن ماكارثي كان عليه أن يتفاوض مع الديمقراطيين للحصول على الدعم لتجنب أي إغلاق حكومي. كان عليه أن يتجنب هذا الإغلاق، ولكن كانت المشكلة أن حزبه لا يسمح بذلك. الرئيس الأمريكي وقع على قانون يبقي العمل في الحكومة لمدة 45 يوما. لو توضح لنا بناء على ماذا يتم تحديد مدة عمل الحكومة؟ حسنا، في هذا الشأن إن تحديد المدة الزمنية يأتي تحديده وفقا السياسيين الذين يعملون في هذا المجال، ولا يوجد أي طرف على وجه التحديد أو سبب على وجه التحديد أن يتم هذا الاختيار لهذه المدة. ولكن الإشكالية الأساسية والقضية الأساسية هو إتاحة مزيد من الوقت دون إغلاق حكومي. وبمجرد الوصول إلى 17 من نوفمبر ربما نواجه نفس المشكلة مرة أخرى. ولكن ما يشجع هنا أن كيفن ماكارثي يظهر أن لديه الإرادة للوصول إلى حل بمساعدة الديمقراطيين لتجنب أي إغلاق حكومي.